السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم تحت طلب العديد من الإخوة والأخوات، هي وصفة لزيادة الوزن ولتكبير مناطق الأنوثة عند المرأة. هذه الوصفة سهلة وسريعة وصحية 100%، يعني ليس لها أي أعراض جانبية. أيضا هذه الوصفة تصلح للأطفال الصغار 100%، يعني لن تحتاجي نهائيا إلى تناول الأدوية الفاتحة للشهية. هذه الوصفة مشبعة بالسعرات الحرارية. بالنسبة لهذه الطريقة، أنصح دائما يعني لنجاح هذه الوصفات بتناول الأغذية المشبعة بالسعرات الحرارية حتى تكون النتائج أسهل وأسرع. يعني خلال أسبوع واحد فقط ستلاحظون زيادة كبيرة في الوزن إن شاء الله. سأتكلم في هذه الوصفة عن طريقة استعمالها، يعني تابعوا جيدا الفيديو حتى تنجحوا فيها، لأنه سأتكلم عن طريقة استعمالها للكبار. أيضا هناك طريقة أخرى يعني للصغار إذا لم يستطيعوا تناولها مثل ما يتناولها الكبار. قبل ما أبدأ في طريقة استعمال هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي دائما لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك فيها، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج فيها إلى الشوفان أو رقائق الشوفان، يعني الشوفان مفيد جدا للصحة للوجه وأيضا للشعر. بالنسبة للشوفان هو الخرطال كما يقال، أيضا تجدونه في المحلات التي تباع فيها المواد الغذائية أو السوبر ماركت. هناك أنواع عديدة من الشوفان، ممكن يكون بهذا الشكل في علبة بهذا الشكل، أو هذا النوع الذي يكون في علبة بهذا الشكل. نحتاج أيضا في هذه الوصفة إلى الحليب، نحتاج تقريبا إلى كوب من الحليب، من الأحسن أنه يكون دافئ. تقريبا كوب من الحليب، أضيف له ملعقة متوسطة من الشوفان، ومن الأحسن أن تكون ملعقة كبيرة من رقائق الشوفان. هذا هو شكلها. نخلط جيدا، ونترك هذا الحليب تقريبا ربع ساعة. ممكن أني نضيف ملعقة من العسل النحل أو ملعقة من السكر إذا لم نستطع شربه بهذا الشكل. بالنسبة لطريقة تناوله، تكون بعد الأكل في الصباح، يعني بعد وجبة الإفطار، نأخذ هذا الكوب ونشربه. ممكن أني نستعملها مرتين إلى 3 مرات في اليوم بعد الأكل حتى نسرع في عملية زيادة الوزن. أيضا هناك نقطة أخرى، ممكن نضيف ملعقة من الشوفان على الوجبات الغذائية التي أتناولها، مثلا مثل الحساء أو مثل الشوربات التي نعملها. ممكن نضيف ملعقة أو ملعقتين من الشوفان، نخلطها على الشوربة، يعني نحاول أن ندخله في جميع وجباتنا الغذائية. هذا بالنسبة للطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية وهي التي تصلح أكثر للأطفال الذين لا يحبون شرب الحليب، ممكن نأخذ كوب من الزبادي أو الياغورت، نضيف له ملعقة من الشوفان ونعطيه للأطفال يتناولونه يعني مرتين في اليوم. صدقوني هذه الوصفة من أنجح وأسهل وأسرع الوصفات، وصفة صحية 100%. هذه هي الوصفة لليوم، سهلة وبسيطة جدا،
يعني بعد أسبوع إن شاء الله ستلاحظون النتائج والفرق إن شاء الله. أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم تحت طلب العديد من الإخوة والأخوات، هي وصفة لزيادة الوزن ولتكبير مناطق الأنوثة عند المرأة. هذه الوصفة سهلة وسريعة وصحية 100%، يعني ليس لها أي أعراض جانبية. أيضا هذه الوصفة تصلح للأطفال الصغار 100%، يعني لن تحتاجي نهائيا إلى تناول الأدوية الفاتحة للشهية. هذه الوصفة مشبعة بالسعرات الحرارية. بالنسبة لهذه الطريقة، أنصح دائما يعني لنجاح هذه الوصفات بتناول الأغذية المشبعة بالسعرات الحرارية حتى تكون النتائج أسهل وأسرع. يعني خلال أسبوع واحد فقط ستلاحظون زيادة كبيرة في الوزن إن شاء الله. سأتكلم في هذه الوصفة عن طريقة استعمالها، يعني تابعوا جيدا الفيديو حتى تنجحوا فيها، لأنه سأتكلم عن طريقة استعمالها للكبار. أيضا هناك طريقة أخرى يعني للصغار إذا لم يستطيعوا تناولها مثل ما يتناولها الكبار. قبل ما أبدأ في طريقة استعمال هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي دائما لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك فيها، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج فيها إلى الشوفان أو رقائق الشوفان. يعني الشوفان مفيد جدا للصحة، للوجه وأيضا للشعر. بالنسبة للشوفان هو الخرطال كما يقال، أيضا تجدونه في المحلات التي تباع فيها المواد الغذائية أو سوبر ماركت. هناك أنواع عديدة من الشوفان، ممكن يكون بهذا الشكل في علبة بهذا الشكل، أو هذا النوع الذي يكون في علبة بهذا الشكل. نحتاج أيضا في هذه الوصفة إلى الحليب. نحتاج تقريبا إلى كوب من الحليب، من الأحسن أنه يكون دافئ. تقريبا كوب من الحليب، أضيف له ملعقة متوسطة من الشوفان، ومن الأحسن أن تكون ملعقة كبيرة من رقائق الشوفان. هذا هو شكلها. نخلط جيدا. ونترك هذا الحليب تقريبا ربع ساعة. ممكن أن نضيف ملعقة من العسل النحل أو ملعقة من السكر إذا لم نستطع شربه بهذا الشكل. بالنسبة لطريقة تناوله، تكون بعد الأكل في الصباح، يعني بعد وجبة الإفطار، نأخذ هذا الكوب ونشربه. ممكن أني نستعملها مرتين إلى 3 مرات في اليوم بعد الأكل حتى نسرع في عملية زيادة الوزن. أيضا هناك نقطة أخرى، ممكن نضيف ملعقة من الشوفان على الوجبات الغذائية التي أتناولها، مثلا مثل الحساء أو مثل الشوربات التي نعملها. ممكن نضيف ملعقة أو ملعقتين من الشوفان، نخلطها على الشوربة، يعني نحاول أن ندخله في جميع وجباتنا الغذائية. هذا بالنسبة للطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية وهي التي تصلح أكثر للأطفال الذين لا يحبون شرب الحليب، ممكن نأخذ كوب من الزبادي أو الياغورت،
نضيف له ملعقة من الشوفان ونعطيه للأطفال يتناولونه يعني مرتين في اليوم. صدقوني هذه الوصفة من أنجح وأسهل وأسرع الوصفات، وصفة صحية 100%. هذه هي الوصفة لليوم، سهلة وبسيطة جدا، يعني بعد أسبوع إن شاء الله ستلاحظون النتائج والفرق إن شاء الله. أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.